رحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا على قناة الدعم المدرسي. إن شاء الله سنقدم تصحيح الفرض المحروس الثاني الدورة الأولى في مادة الفيزياء والكيمياء للمستوى الأولى إعدادي خيار فرنسي، يعني المسلك الدولي. أكون هذا هو النموذج الأول، فانتظاري الانتهاء من نماذج أخرى. إذا قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل دائما بالجديد. إذا لنبدأ على بركة الله. إذا التمرين الأول من الامتحان أو الفرض اكزيرسيس أ اللي هو 8 بوان 8 نقاط. كومبليتي لي فراز سويفونت، دونك خصني نكمل هاد لي فراز باغ دي مو اللي ما عطونيش اختيار، خصني أنا نكون عارفه، نكون عارف لي ديفينيسيون وعارف الرموز والعلاقات اللي كاينين في الدروس. لا بروميير فراز اون سيمبوليز لا ماس فوليميك باغ، باش كنرمزو للكتلة الحجمية. لا ماس فوليميك الرمز ديالها هو رو بهاد الشكل، هادي هو الرمز ديال لا ماس فوليميك. دوزيام فراز لينيتي انترناسيونال دو لا ماس فوليميك اي، دونك انا الوحدة العالمية للكتلة الحجمية الكيلوغرام على المتر مكعب، كيلوغرام باغ متر كيوب، كيلوغرام باغ متر كيوب او بيان كيلوغرام على المتر مكعب. هنا الرمز ديال الوحدة ديال الكتلة، هادي وحدة خاصة بالحجم لان الكتلة على الحجم. La troisième phrase, la pression atmosphérique se mesure par. Donc, on a la pression atmosphérique ou on a la pression d'un gaz. La pression atmosphérique se mesure par le baromètre, quand on subit le tarte de l'eau, et la pression d'un gaz se mesure par le manomètre. Donc, on a le manomètre et le baromètre et le manomètre. Le baromètre, on voit qu'il mesure au bi. La pression atmosphérique, nous devons mesurer donc le dard de l'eau. Mais le manomètre, nous devons mesurer aussi la pression d'un gaz enfermé. Donc, on a le gaz qui est mis dans le haïs ou dans le mécan. La dernière phrase, lorsqu'un corps cède de. Donc, on a le gaz qui est mis dans le haïs, la température. Donc, cède de la chaleur. Donc, lorsqu'un corps cède de la chaleur, sa température diminue. Donc ملي كيطلق ملي كيحرر او كيطلق الحراره فدرجه الحراره ديالو كتنخفض. deuxièmement في لو بروميير اكزيرسيس كومبليتي لو شيما سويفون. هذا الشيما عنده علاقه بلي تخوا ايطا فيزيك دو لا ماتيير، لا لا بروميير ايطا لا دوزيام اي لا تخوازيام. دونك انا مطلبوش مني نسميني الحالات التحولات، فقط نسمي غير لي ايطا هنا. دونك هاد لا بروميير ايماج ريبريزونت لي ايطا سوليد، كنشوف ان هاد لي بارتيكيل راهم يعني قادين بواحد الشكل اوردوني و كومباكت. هنا لي ايطا ليكيد، هنا سون كومباكت مي نو سون با اوردوني، سون ديزوردوني. و لي ايطا غازو هنا سون ديزوردوني و ماشي كومباكت لان متباعدين. كومباكت يعني تكون واحد المتراصه ولا متقاربه فيما بينها بحال هذا الشكل. هذا دونك عندنا ايطا سوليد ايطا ليكيد هنا ايطا غازو. غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 2. اون روبير على دان ترمومتر لي تمبيراتور دو تخوا كور ا بي سي اون اوبتيان لي زانديكاسيون سويفونس. دونك هادو لي ترمومتر ديال لو كور ا لو كور بي اي لو كور C. La première question, déterminer la température pour chaque corps. Le corps a la température à partir du thermomètre. Donc le thermomètre, il a une partie fine, le troisième de la tarage, mais c'est maintenant 1,30 m. Donc on a le tarage à 1 degré Celsius. On a 1,30 m, on a 10 tarages. عندنا هنا من هنا لهنا درجة من 38 39، عندي درجة وحدة إذا واحد قسمو على 10 هي 0.1. يعني هاد التدريجة وحدة هي 0.1 0.2 0.3 0.4. دونك أنا عندي 38.4 38.4 هنا 38.1 0.2 0.3 هنا 0.4 باش تكون 0.5 ولا 38.5 38 أونص، لأن كل تدريجة فيها 0.1.
نمشيو لكوغ بي عندنا هنا 10 على 20، عندي 10 تدريجات وبين 10 و20 كاينه 10 ديال الدرجات، اذا 10 10 هي 1، يعني كل تدريجة كتساوي 1. كنحسب 10 11 12 13 14 15 16 17، اذا لكوغ بي في 17 دوغري سيلسيوس. لكوغ سي عندي هنا 10 على 20 هنا 30، دونك هنا كتشبل هذا، يعني عندي 10 تدريجات وبيناتهم 10 هي كل وحدة فيها 1، يعني هنا عندي 20 هنا 25 26 27 28 دوغري سيلسيوس. لا دوزيام كيستيون، انديكي لا فالور دو لا بريسيون انغوجيستري سيغ لو مانومتر. دونك هنا باش نقربو لينا الصورة، ماشي هي اللي كانت هنا، كانت واحد الصورة أخرى فيها هاد لا سورانغ هادي وفيها المانومتر، هاد المانومتر، ولكن كانت المانومتر ما فيهش القيمه، وحاولت نغيرها باش نقدروا نجاوب على الاسئله، لان بلا باتش بدون هذا الشكل ما ممكنش نجاوب على السؤال هذا او السؤال. كنا عندنا واحد الغاز هنايا، هادو لي بارتيكل زعما ديالو، عندنا البيستون هنايا، دونك راه هادي برونشي افيك لو مانومتر، عندنا واحد لا بريسيون هنايا بالبار. دونك قالك عندك لا فالور اللي كاينه هنايا اللي كيعطي عليا هي، كنشوف هاد ليغوي ديالو، هاد الابره كتمشي 0.5 بار. لاتر كيستيون 3، كونفيرتير لا فالور اون هكتو باسكال اي اون باسكال. دونك غنحولو الباسكال، هو الاول هي 50000 باسكال، لان باش نمشي من البار باسكال كنضرب في 100000، كنضرب في 100000، من الباسكال هكتو باسكال كنقسم على 100، كنقص جوج الاصفار، اذا هي 500 هكتو باسكال. دونك 0.5 بار هي 50000 باسكال، هي 500 هكتو باسكال. La question 4, comment on varie le volume et la pression d'air emprisonné lorsque tu pousses le piston, tu tires le piston. Donc il est devenu le piston, il est devenu le volume et la pression. Donc lorsqu'on pousse le piston, donc le volume qui sera que la pression quelque part. Donc la pression d'air emprisonné augmente ou le volume diminue. La pression quelque part, on a mis un docteur là le piston a dit non, où il y a un gaz mais où il y a une distance réduite, le volume diminue ou que la pression quelque part, on a le monsieur là, a dit il a essayé de faire de ce côté parce qu'il a une valeur plus grande que 0.5. La deuxième, tu تير لو بيستون، يعني غنسحب عندي البيستون لور، دونك الغاز غادي يتوسع هنايا، دونك هاد الإبرة ترجع للور، دونك منين ترجع للور دونك لا بريسيون ديال لاغ امبريزوني غادا تديميني، ولكن لو فوليم يلفا اوكمونتي، دونك هنا معاكسي ملي كيكبر الضغط الحجم كيصغر، كيكبر الحجم الضغط كيصغر، دونك هنايا في الحالة الأولى ملي كندفعو البيستون كنكبرو الضغط وكنصغرو الحجم، ملي كنتيري لو بيستون كنصغرو الضغط وكنكبرو الحجم، لأن هنا الحجم من الهواء كيتوسع. L'exercice 3 voit le dernier. Ahmed, chimiste, remarque que deux flacons ont perdu leur étiquette. Donc, ben, do, ou a juste les flacons, ou a juste les qraïs, ils ont des produits. Je ne sais pas si je vais faire un petit peu, mais je ne sais pas si je vais faire le flacon. Il décide d'identifier les liquides à l'aide de la masse volumique. Je vais faire le liquide qui est dans le flacon, la masse volumique. Le flacon A, le qraïs Loula, l'ismita A, contient 250 ml, il y a 250 ملليتر، و الفلاكون بي كونتيان 330 ملليتر. هنا راه غلطو، ماشي لتخوا فلاكون، لي دو فلاكون اون اون ماس افيد دو 131 غرام. دونك الفلاكون ديك قرعة الدجاج وهي خاوية، الكتلة ديالها 131 غرام، دونك الفلاكون خاوي ديال نحتاجوه. احمد بوز سكسيسيفمون لي فلاكون كونتونون لي ليكيد انكوني سيغ لا بالونس اي غوليف لا ماس سويفون. دونك خد القرعة كيف ما هي، قرعة الدجاج بالبرودوي ديالها وعبرها، القرقرة الأولى اللي فيها البرودوي أ فيها 506 غرام، و الفلاكون بي اللي فيها البرودوي 392 غرام، دونك عبر القرعة وعبر معاه حتى البرودوي، داكشي علاش غنحتاجو هاد لاماس ديال الفلاكون هو خاوي. سو كيستيون الأولى، كالكيلي لاماس فوليميك ديال ليكيد، خصنا نعرفو هاد لاماس فوليميك ديال ليكيد قبل من لاماس. بالنسبة لو فوليم معروف، لو فوليم أ 250 و بي 330، ولكن خصني الكتلة باش نقسمها على الحجم باش نلقى لاماس فوليميك. دونك هاد الكتلة اللي هنا راه فيها البرودوي وفيها حتى الفلاكون عابرين حتى القرعة مثلا ديال الدجاج، هي الكتلة ديالها هي 130، خصنا نقصوها منهم بجوج، دونك غنديرو 506 نقصو من 130 تعطينا 375 غرام، هادي كتلة ديال البرودوي أ، غنديرو 300
392 غرام اللي هي الفلاكون بي مع البرودوي بي، نقسم لي 130 ديال الفلاكون في ديال القرعة خاوية هي 261 غرام. دونك هادو هما الكتل ديال لي ليكيد. دونك من هاد الكتل غنقسمهم على الحجم، بالنسبة للكتلة الحجمية أ ديال أ برودوي أ هي الكتلة ديالو 375 على الحجم ديالو 275 مليمتر. دونك 375 على 250 هي 1.5 غرام على سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب هنا عندنا المليلتر ودرنا سنتيمتر مكعب، لأن المليلتر هو سنتيمتر مكعب كيساوي داكشي اللي ممكن نعوضه. بالنسبة للرو ديال بي هي 261 غرام ديال برودوي بي اللي جبدناه من هنايا، مقسومة على الفوليوم ديال بي اللي هي 330 مليلتر هي 0.73 غرام بار سنتيمتر كيب. دونك لماس فوليميك ديال أ هي 1.5 غرام بار سنتيمتر كيب، ولماس فوليميك ديال بي 0.73 غرام بار سنتيمتر كيب. دونك هنا عطاونا لي دوني غنحتاجهم في الكيسيون دو ايدونتيفي شاك ليكيد، خصنا نعرفو دابا سمية ديال هاد لي ليكيد. نبدلو الطابلو، عطاونا ربعة ديال لي زيسبيس، ليتير، الميثانول، كلوروفورم و تخي كلورو ايتيلين. دونك عطاونا هنا الكتلة الحجمية ديالو اللي هي ماشي بي، هي يارو اللي هي هادي كتشبه البي ولكن راه يارو سميوها رو. هنا ليتير 0.71، ميثانول 0.79، كلوروفورم 1.48، تخي كلورو ايتيلين 1.5. دونك هادو 1.5 اللي هو أ، دونك أ هو تري كلورو ايتيلين لان كتساوي هادي لقينا هنا. دونك ا اللي كان في القرعه الاولى ا هو تري كلورو ايتيلين من 0.79، دونك اللي كان في القرعه بي هو الميثانول. اذا حسبنا الكتله الحجميه وقدرنا نعرفوها من القيمه اللي عطاونا في هاد لي دوني ديال هاد لو طابلو، ولكن ضروري نستعملوا هاد المساله لان كاين اللي غادي يخطئ وما يستعملهاش، ينقص الكتله ديال الفلاكون مني كان خاوي. الكتله ديالو 130 ضروري نقصوها من هاد الكتله، لان ملي كنعبر حط حاجه في قرعه كنعبر القرعه وكنعبر معاها حتى البرودوي ديالها. وكنتمنى تكون هذه هي النهايه ديال هذا الامتحان، نتلاقاو ان شاء الله في امتحان اخر على قناه المدرسه. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا ديما بالجديد.